لو طير ما بيطيرش او قلبي ما يغنيش او في الحياة نمشي من غير امل بيعيش.
السلام عليكم يا بابا. جيب بدري ليه يا يوسف؟ اصل اختار لي فريق الموسيقى. فريق ايه؟ الموسيقى. المدرس قال لي لازم حلو ابقى في الكورال. كورال بقى ناشئه واتعب ومش عايز يعلمك النجاره عشان تطلع دكتور ولا مهندس وانت عايز تغني. ما انا شاطر بطلع الاول. ما عشان مش بتغني اروح امك. انا بحب المزيكا والغنى يا بابا. طب ما انا بحبهم برضو بس الشغل ابدا. امشي روح للاستاذ الفاضي بتاعك ده وقول له ان انا مش موافق. والنبي يا بابا امشي يالا من قدامي بدل ما اكسر الخشبه دي على دماغك. احسن ورحمه امي باخلهم في عمرك النهارده. امشي. أستاذ يوسف. أيوة حضرتك منور الأوبرا. شكر. طب مش كنت تقول علشان نعمل معاك الواجب ونحجز لك في أول صف؟ شكر. هو حضرتك مش فاكرني ولا إيه؟ لا والله مش واخد بالي. أنا منال زميلة نسمة، كنت قابلت حضرتك عندها في المستشفى. آه افتكرت. هو مش حضرتك ما بتحبش المزيكا برضو؟ بعد اذنك انا مضطر مش عشان مستعجل. لا هتمشي فين؟ لا يمكن، دي كانت نسمه تزعل. لا مش عايزه اشغلها. لا ما هي خلصت ما وراهاش حاجه. ثانيه واحده. ايوه يا نسمه، مش هتصدقي مين موجود معايا هنا. بقول لك مش هتصدقي. لما اقول لك حاجه ابقي اسمعيها. ما هو ده اللي مجنني، ده واحد معتبر المزيكا حرام. ده وصل لدرجه انه كان هيقتل اخته لما عرف ان هي بتتعلم مزيكا وكسر لها الكمانجه بتاعتها. يوم يجي لحد الأوبرا؟ الحب يا حبيبتي. حب انتي التانية؟ هو أنا اتكلمت معاه كلمتين على بعض والكلمتين أصلا كانوا إن أنا بطرده من بيتي، هيحب فيا إيه بقى؟ الحب يا فنانة له منطق، يعني بدايات منطقية توصل لنتائج منطقية، ولا اللي انتي فيه ده حالة جنون عاطفي يعني ولا إيه؟ ما ينفعش يحب عدوته. مش لدرجة عدوته. هو شايفني كده أنا وكل اللي زيي. يوم يجي الأوبرا؟ بصراحة واضح إنه ما كانش عايز حد يشوفه وارتبك لما شافني. كان فاكرني معجبه ولما قلت له انا مين ارتبك اكتر. واللي غرقه بقى في شبر ميه لما اصريت اكلمك عشان تيجي تقابليه. فص ملح وداب. حرام عليكي والله العظيم، حرام عليكي. احرجتيني، ما كنت سبتيه يمشي. يمشي ده ايه؟ هو دخول الحمام زي خروجه؟ حمام الاوبرا حمام يا منال؟ له حق محمود يقول لك تقعدي من الشغل. بلاش والنبي سيره محمود دلوقتي، احسن بيجي على السيره. هو ايوه محمود. اتاخرت ده ايه؟ الساعه لسه ما جاتش 11. نسمه موصلاني. تاني نسمه؟ تاني نسمه يا منال؟ مش قلت لي كلميني اجي اخدك؟ طيب لما تيجي انا ليا تصرف تاني معاكي. اتخانق معاكي؟ سيبك منه، خلينا في يوسف. ده كان لابس حته دين بدله وكرافطه، انما ايه ترد الروح؟ انت على فكره تافهه بجد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا خديجة.
كان في حاجه مهمه عايزينك فيها الناس اللي طلبوك ونزلت لهم على طول كده؟ لا ما تشغليش بالك. لو ما شغلش بالي بيك اشغله بمين؟ انا الحمد لله كويس. اوعى يوسف موضوع قريبه الشيخ وجدي ده يكون لسه مضايقك. مش مضايقني ولا حاجه، بس مخليني اعيد تفكيري في حياتي كلها وفي طريقتي في الدعوه. يا سلام، ليه يعني؟ كانت السيده عائشه رضي الله عنها ولا ايه؟ تخليش حبك ليا يخليكي تغلطي في الناس يا خديجه. وهي اللي عملته ده قليل، وهي مين دي عشان تعيد تفكيرك عشانها؟ هي بتفهم اكتر منك؟ ده انت الشيخ يوسف عبد الحكيم اللي مريدينك بالملايين، هي تطلع مين بقى ان شاء الله؟ مش لازم يبقى ليها مريدين بالملايين عشان يبقى كلامها مستاهل ان الواحد يفكر فيها. يمكن اكون متشدد حبتين، بس ده حرصي على الحلال وعدم الوقوع في الحرام. يوسف يا حبيبي، اوعى حكايه اياد دي تهزلك ثقتك في نفسك. بالعكس يا خديجه، كل ما البني ادم يبقى عنده ثقه في نفسه لازم يراجعها كل شويه. طب خلاص، المهم سيبك منها خالص، خليك في مي. ولا مي ولا ايات. ليه بقى؟ هتعيش عازب ولا راهب؟ يا ستي لا عازب ولا راهب، لما الاقي اللي تناسبني هاخدك ونروح لها. طب بس يبقى انا اي حاجه حلوه شويه المره دي. اتق الله يا خديجه، ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. كنت عايز اجي اطمن عليك من اول يوم، فما بالك لو الجيران عزاز زيكم؟ يا ريت ما تتأخرش بالليل وترجع لوحدك. طبعا زمانك واقعه من الجوع يا حبيبتي. واقعه من الجوع ومن الحيره. حيره ايه؟ تعالي اقعدي بس اقعدي، انت وحشاني قوي. انت اللي وحشاني، وحشاني يموت. البيت، ستاير، فيروز، سيتيهاتك، كله كله. ايه الكلام الحلو ده؟ انت يا ست انت شاعره واحنا ما نعرفش. امال انت فاهمه ان ابوكي كان بيحبني ليه؟ ده انا اللي بحبك قوي وبموت فيكي، وبحب قوي حدوتك مع ابويا، خصوصا لما الله يرحمه كان في السجن وانت كنت واقفه جنبه، كنت واقفه ورافعه راسك لفوق ومفيش اي حاجه بتكسرك. انا لو كنت اتكسرت بره كان هو هيكسر جوه. ايه يا دكتوره، رحتي فين؟ عارفه يا نسمه، اصعب الاوقات في حياتنا بتبقى هي احلاها، اول ما بتبقى ذكريات. طب اقوم انا بقى واسيبك للشجن الجميل ده ولا ايه؟ تقومي فين؟ قولي لي الاول ايه حكايه الحيره دي. عارفه مين حضر الحفله بتاعتي النهارده؟ مين؟ الشيخ يوسف. الشيخ يوسف مين؟ اخو حنين، جيراننا. لا بتهرجي، اكيد بتهرجي. انت اللي شفتيه ولا حد قالك؟ هرب قبل ما اشوفه. يعني ايه هرب؟ يعني منال قابلته، وعلى ما كلمتني علشان اجي اقابله كان هرب. الله، مش هو ده اللي طول عمره بيقعد يقول ان المزيكا حرام وان اللي بيعزفه شياطين؟ بالظبط. امال انا محتاره ليه؟ للدرجه دي اثرت فيه ايات دي؟ تصور. امال لو كان عمل مناظره مع عالم دين حقيقي كان عمل ايه؟ يعني ايه عالم حقيقي؟ امال يوسف ايه؟ لا، يوسف قارئ في الدين لكن مش عالم. وانت اللي عالم بقى؟ يا ست انا كمان مش عالم. احنا الاثنين اتلمذنا على ايد الشيخ وجدي. حفظنا قران، نقرا شويه في الفقه، في الشريعه، لكن لو جينا للحق عالم الدين ده حاجه تانية خالص. امال ازاي يوسف ليه معجبين ومريدين من كل حته؟ وانت كمان قربت يبقى عندك ده. العلم حاجه وازاي تقدميه حاجه تانية خالص. مش فاهمه. افهمك يا ستي. ممكن واحد يبقى عنده شويه علم صغيرين، بس بيعرف يقدمهم ازاي؟ بيظبطهم ويحبشهم، يعلي صوته امتى؟ يوطي صوته امتى؟ يتأثر بوشه امتى؟ تمثيل يعني. حاجه زي كده. وممكن واحد تاني يبقى عنده علم كبير جدا بس ما بيعرفش يقدمه. وانا ويوسف عارفين ان احنا من النوع الاولاني. ايوه كده جدع، اللي هديته على دماغه عشان يعرف قيمته بقى يا اختي ويفوق. الله، جرايه وليه؟ انت لسه بتتكلمي عن مين؟ ده ابني. حقك عليا يا اخويا، ده من عشمي. عشمك تقل لي ادبك؟ خلاص يا بابا تغريب ما تقصدش. لا، اصل الادب فضلوه عن العلم. هي تقصد ان المغرور اللي زي يوسف محتاج اللي يوقفه عند حد ويفوقه من اللي هو فيه، مظبوط يا تغريب؟ او النعم، هو ده اللي انا اقصده بالظبط. بس الملف السعد برضه. حقك عليا بقى ما تزعلش. وانا برضه لازم يعز عليا ان ابني واحده ترفضه. الله، ده ابن البيك. معلش بقى يا اخويا، عشان يحس بخطيبها ده اسمه ايه؟ ده اللي اسمه ايه؟ تيمور يا تغريب، تيمور. تيمور اسمه صعب قوي، ما ينفعش يغيره. لا هو كده حلو. يا وليه يا جهله، في فرق بين ان يوسف يرفضه وهي عايزاه وان يوسف يترفض وواحده تقول له لا. خلاص خلاص يا اخويا. طب وانت كمان بقى قوليلي، هتفضلي ساكته كده لغايه ما الراجل يروح منك ولا يتلطش؟ تغريد عندها حق يا بابا. ربنا ينصرك ينصرك يا رب. قادر يا كريم زي ما انت نصراني. يا وليه انت هتشحتي، قومي اعملي لنا شاي. حاضر يا سيدي،
عشان خاطرك انت بس المرة دي. ابوكي مسيطر. واضح. عندها حق في ايه بقى؟ يا بابا تيمور شاب وليه مستقبل وحواليه بنات من وسطه كتير ويتمنوا بس يرضى عنه، وبصراحة انا خايفة عليه. قولي ليوسف وادوله فرصة اخرانية، وافق كان بها، ما وافقش خليه يجي يقابلني. يا اختي يقولوا لي يقولوا الله، ما انت عارفه يا اختي محدش هنا بيعرف يحط لسانه في بقه، وبعدين لو حد صورك بالمحمول بتاعه وانت بوسك شبرين كده مش هتخلصي وهتبقى جرسه وسياح، ملوش لزوم بقى. عايزه نعمل ايه يعني؟ عايزاكي تقومي ترقصي يا اختي. يلا خدي. يعني ارقص وانا مذبوحه كده؟ هما يعني اللي انت شايفاهم دول مش مذبوحين؟ كلنا مذبوحين زيك يا نعمه، هما بنصدق نشوف فيلم ولا نسمع غنوة حلوة عشان نخرج من الهم اللي احنا فيه. واسكن على الموضوع بتاعك ولا يكون عندك فكرة، هترجعي صح سليم. بعدين أمي بقى ما تشمتيش حد فيك، ده نص البنات اللي هنا حزينك على المعلم النوم. الجواز مش لينا، معلش مش للناس اللي عايشه في اوضه واحده ولما يجوا يعملوا زي الناس يدوسوا على الباقيين. اسمع مني يا ابني، كبر دماغك، بلا جواز بلا نيله، وبعدين لو طالبه معاك قوي قوم بينا نروح للبيت كهربا، نعمل واجب وانت تبقى تمام. بلاش قرف والنبي يا نحل. يا ابني اسمع مني، ما اللي انت هتعمله في الحلال هتعمله مع كهربا. بلاش قرف والنبي والعب بدل ما تغاب عليك. يا عم لا تتغاب عليا ولا تغاب عليك، انا عامل دماغ كهربا ولازم امسك السلك حالا. طب يلا قوم غور في 60 ده بشوقك. معلش انت صاحبي ولازم استعملك. اه صحيح، المعلم سأل عليك. راجل واطي. ما انا عارفه ان هو واطي. هو انا بقول لك جوز امك في ايه؟ في ايه يا نحل؟ انا اتغاب عليك. هتعمل ايه يا ابن المستور؟ ورك يا نحل. يا ده انا بهزر معاك. يا الله فوقي. عليش تفتح عليها سلاح. عليش خلاص يا عم، عندي ليك واحده. طب قول لي الفارق. قول له انا راجل واطي، انا رشفته وقطعه، وخلي نونو ينفعه على النعمه. انت اتجننت وبتقول اي كلام. الشيخ علي كلم حضرتك كتير وبيقولوا انه كان في ميعاد ما بينكم وحضرتك ما رحتش، هو عايز يطمن عليك ضروري. قولي له انه تعبان وما بجيش المكتب، ولو قال لك بكلمه على المحمول قولي له ساعات كتير قوي ما بيستخدموش. هو حضرتك زعلان منه في حاجه؟ لا خالص، بس دماغي مش رايقه. انا ملاحظه كده برضو. هو حضرتك تعبان؟ لا الحمد لله كويس. الحمد لله. هو صديق حضرتك اللي انا حجزت له في الاوبرا راح؟ اديته التذاكر ومشفتوش بعد كده. تمام، اي اوامر؟ ابعتي هذه الحاجات دي لصديقي ده برضه دلوقتي حالا. تحت امرك. السلام عليكم.
والله يا يوسف يا ابني انا مقاطعها من يوميها. ليه بس؟ ليه بس؟ دخلت رقبتي قد السمسمه قدام خديجه اختك. البنت دي مريضه نفسيا ولازم تتعالج، مش طبيعيه. هون على نفسك يا مولانا. الموضوع بسيط مش مستاهل. وانا بجد مش زعلان. على فكره ايادي فوقتني. فوقتك؟ فوقتك يعني ايه؟ الكبر يا مولانا من الشيطان. وانا اللي كنت جاي نافش ريشي وفاهم ان هي هتطير من السعاده لما اطلبها للجواز. ولكني لم اتدبر. بسم الله الرحمن الرحيم. انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. صدق الله العظيم. صحتني من غفلتي يا مولانا. ايه يا يوسف يا ابني؟ الله يا ابني انت اللي فوقتني من غفلتي. اياد دي تستاهل وزنها ذهب. وفعلا تستاهل واحد احسن مني بكتير. لا. انت اللي ربنا هيرزقك بواحده احسن منها ومن اللي جابوها. اللي اقول لي يا يوسف انت عملت ايه مع الناس بتوع الفتحه اللي انت قريتها معاهم دول؟ تقريبا هربان منهم. مش هيسيبوك يا يوسف. مش هيسيبوك. طبعا احنا غسلناه في الاول بالملح المجروش من بره ومن جوه لحد ما بقى ابيض كده زي ما انت شايف. خديجه هو لازم يعني منبر؟ هو بيحبه بقى نصيبك كده. طب نبقى ناكله في اي مكان؟ لا ما يبقاش نظيف وما نبقاش ضامنين معمول ازاي. كملي يا خديجة. بصي امسكيها كده بقى تحطي الخلطة كده مشيها كده الطريقة دي. لا بقولك انا مش هقدر خالص. نقلي حاجة سهلة باستا سكالوب حاجة اعرف اعملها. يا بنتي دي وسيلة بقت بتعرف تطبخ كل حاجة. اوكي اخد يوسف ومعه وسيلة ما عنديش مشكلة. ده اكيد يوسف. انا هروح افتح. استني السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. الولاد جم من المدرسة؟ لا ما جوش بس انا قلبي كان حاسس ان انت اللي جيت. طب لما يجي بنادينا عشان نتغدى سوا. طب وايه الشنطة اللي معاك دي؟ شوية شغل. طيب ماشي هعمل لك مفاجأة. خير يا خديجة انا بخاف من مفاجآتك. بص كده. السلام عليكم. مي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه رأيك في المفاجأة الحلوة دي؟ شكلها مش حلو قوي. لا ازاي بقى؟ انا بس ما توقعتش. وكمان طالعه من المطبخ. ايه يا خديجه؟ المطبخ من اولها كده؟ لا وايه؟ اول لما حبت تتعلم ممبار وفته. هي برضه؟ يلا يلا اقعدوا اشربوا شاي لغايه لما اسوق الممبار. اتفضلي. اتضايقت اني جيت هنا؟ لا خالص، انت تيجي في اي وقت البيت بيتك. فينك يا يوسف؟ فين ازاي يعني؟ ما انا موجود اهو. ما انا عارفه انك موجود. ليه ما بتردش على تليفوناتي؟ حتى على الفيسبوك ببعت لك مسجز وبرده ما بتردش. معلش يا مي اعذريني انا فعلا تعبان. مني؟ لا منك ايه بس؟ امال مالك يا يوسف؟ محتاج اقعد مع نفسي شويه. عايز افكر اقرا اكتب أشوف إذا كنت ماشي صح ولا غلط أكمل ولا لأ يعني حاجات من هذا القبيل. مش عايز أتابك معايا. ومين قالك بقى يا سيدي إني هكون تعبانة؟ بالعكس أنا هكون مبسوطة جدا إنك بتشاركني معاك في حياتك إلا لو كنت حاسس إني غريب. أخبار سليمان بإيه؟ كويس يا شيخ يوسف. مش ملاحظة حاجة في المشهد اللي لسه عاملينه؟ السلطان طلع له دق. بالظبط. مش خايف يا تامر؟ انا اخر حاجه خاف فيها لما يكون الموضوع عن الحريه. بس انا خايفه عليك يا تيمور. هيعملوا فيها ايه؟ هو انت مش شايف الضرب والسحر والعصبيه اللي هما فيها؟ اكيد داخلين على تصفيه لكل المعارضين بعد كده. انا عندي كام سنه مرة؟ اشمعنى؟ 35 سنه. عشت 35 سنه وفي ولاد ماتوا في الميادين عمرهم اقل من 18 سنه زي جيكا وغيره. ماتوا عشان انا وانت نعيش بكرامتنا. وعايزانا اخاف اقدم مسرحيه؟ طب خد بالك من نفسك يا تيمور. ان شاء الله. أنا كنت عند بابا امبارح يا تيمور. وعامل إيه؟ كويس. أنا اتكلمت معاه في موضوعنا وهو شايف إنك لازم تروح تتقدم ليوسف كمان مرة. أنا أقابل يوسف كمان مرة بعد ما طردني من البيت بالأدب؟ مين قالك إن أنا هوافق على كده أصلا؟ والله يا تيمور هو أنت مش قلت إن ممكن تعمل أي حاجة علشاني؟
ولا في حاجه بقى اتغيرت؟ اي حاجه بس مش على حساب كرامتي. في حاجه يا صافي ولا ايه؟ لا لا خالص، الناس بس جاهزين ومش عارفين يشتغلوا من غيرك. طب انا جاي. طب يلا يلا نكمل بروف. لا يا تيمور انا لازم امشي. طيب هكلمك بعدين. انت مخك كبير ومثقفه وهتقدري الحاله اللي انا فيها. انا مقدراها كويس، بس يا ريت انت كمان تقدر انه مش سهل عليا ان انا اجي لحد هنا من غير ميعاد، الا لاني فعلا كنت قلقانه وعايزه اطمن عليك. عارف يا مي. بص يا يوسف، انا ما اتعودتش ابقى لدع على حد، وما احبش احس اني بفرض نفسي او اني مش مرغوب فيا. الكلام اللي انت بتقوليه ده مي، ارجوك ما تفهمنيش غلط، كل الحكايه اني تعبان ومش عايزه اتعب حد معايا. أنا حد برضو؟ مش قصدي. مي، أنت ست ذكية وأكيد فاهمة أنا قصدي إيه. فاهمة يا يوسف، عن إذنك. أنت كده بتخلقي مشكلة ملهاش أي لزوم، مش هتجوزها يا خديجة، فاهمة؟ مش هتجوزها. وانا مالي يا يوسف، تتجوزها ولا ما تتجوزهاش، انت حر. انا حر ازاي بقى لما اجي والاقيها عندك في المطبخ وبتعلميها الاكل اللي انا بحبه؟ ما ضيع كده لها اني اتجوزها. يا يوسف افهم بس، من ساعه ما جت وهي عماله تكلمني عنك وانا ساكته، وازاي بتحلم ببيتكو والعيال اللي عايزاهم يجوا شبهك، وانا مره هز راسي ومره ابتسم لحد ما قالت لي بيحب ياكل ايه علميني، ما صدقت وقلت فرصه عشان ما ردش عليها. وما كلمتنيش على الموبايل ليه؟ علشان ما تحطش في الموقف المحرج ده. يا سلام، وهي معرفتي ولا معرفتك؟ وانا مالي يا يوسف، هي عندك، لو مش عايزها اقول لها. اوعى تكوني فاهمه يا خديجه ان حسن جوزك هيمشيني على مزاجه. عليك يا يوسف، انا برضه اجي مع حسن عليك؟ انا تقول لي مش همشي من دماغ جوزك؟ ولا الاقيها منك ولا منه ولا من مين بالظبط؟ ماشي يا يوسف، ما كانش العشم برضه. الناس اتجننت ولا انا اللي مجنونه؟ بقى تسيب دي عشان الست ايات اللي خرجتنا قفانا يا قمر عيش؟ ولا انا زعلت ولا اتقمصت عشان عايزه لك الخير؟ تظن فيا كده؟ بسم الله الشيطان الرجيم.
مين؟ جدع مولانا. دي انت حتى ما كلفتش خاطرك توصلني لغايه العربيه يا تيمور. انا برضو اللي بتقمص من كل حاجه. ولما ست صافي جات لك بقى ما قدرتش توصلني قدامها. تفاهه؟ انا تفاهه يا تيمور؟ ماشي. عموما لينا كلام بعدين. عشان حاسه انك متغير يا تيمور. ماشي. روح شوف شغلك. محمد رسول الله. ماله تيمور؟ مش عارفه يا حنين، بس حاسه انه مش طبيعي. اقول له تعالى قبل يوسف تاني يقول لي كرامتي. طيب ما هو عنده حق يا مروه. عنده حق ازاي يعني؟ وبعدين ده ما كانش كلامه من الاول. جايز لما فكر حاسه ان هو لو جه قبل يوسف تاني هيحرجه. بجد مش فاهم اخوكي. وانا مالي اتجوزها ولا لا؟ وانا خلاص اشتغلت في القناه والحمد لله كل يوم بثبت نفسي عن التاني. بقى انا عشان عايز مصلحته ويذم فيا؟ هو ما ذمش فيك يا حسن. انت هتلبس الراجل تهمه وهو قاعد. وبعدين انا جاي اشتكي لك، مش اشتكي لي انت برضو؟ ما حاجه جنن يا خديجه، ده يظن في ناس كلها اللي انت ده. انت واقفه معاه على حق وعلى باطل. باطل؟ مش قصدي، انا اقصد ان مفيش حد في الدنيا دي كلها بيحبه قدك. هو ده اللي صعبان عليا. ده هو. طب شوفي عايز ايه. خلاص بقى يا خديجه، خليكي متسامحه وطيبه زي ما انا متعود منك. ما هو الزعل بيبقى على قد العشا، وانا عشا مش كان كبير قوي. كان يا خديجه يعني خلاص ما عادش في عشا. انت عارف يا يوسف انك مش مجرد اخوي، انت نور عيني. وصحيح انت اكبر مني في السن، بس والله بحس انك ابني. عارف يا حبيبتي، عارف. بس والله لو تعرفي حالي انا بجد تعبان. سلامتك يا حبيبي من التعب. انا قلت لك روح للدكتور. دكتور ايه بس؟ ما هو العيان هو انا والدكتور برضه انا. امال انا محتار ليه؟ انا محتاج شويه هدوء وتركيز، ومش عايز اي ضغط من اي نوع. ومية دي تصدقني لو قلت لك بتحبك؟ عارف يا ست ان هي بتحبني، بس انا المهم انا احب مين وقلبي يروح لمين. طب مش انت طول عمرك بتقول الحب قبل الجواز غلط؟ امال انا محتار ليه وبعيد تفكيري في ايه بس؟ طب ما تفضفض يا حبيبي. هيحصل يا خديجه قريب قوي، وانا ليه حد غيرك افضفض معاه؟ اهم حاجه بس ان تبقيش زعلانه مني. انت حبيبي يا يوسف، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. طب يلا بقى روح لجوزك تلاقيه قاعد فاهم ان احنا قاعدين بنتكلم عليه. انا عارف اكتر منك. تصبح على خير. وانت من اهل خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. مع اني كنت زعلان منك، لكن حبنا ليك يستوجب السماح والمغفرة. مينفعش تزعل مني، الله اعلم ظروفي صعبة قد ايه. مش زعل ولا حاجة يا شيخ يوسف، ده احنا اخوة في الله. سيبك من اللي فات وخلينا في اللي جاي. ايه بقى اللي جاي؟ الاسلام يا استاذ يوسف. زي ما انت شايف القنوات الفضائية العلمانية قد ايه مذيعين وضيوف عمالين يسخروا من علمائنا وعايزين يهدوا الدين. طب ما احنا في قنواتنا وبرامجنا بندافع عن الدين. مش كفاية بصراحة كده قنواتهم متشافة اكتر، لانها بتلجأ للتهييج والإثارة. المطلوب يا استاذ يوسف باختصار اغتيال معنوي للشخصيات دي، وحتى يا سيدي لو وصلت لموتهم هتبقى خدمة للدين. لا لا يا شيخ علي، موت ايه؟ دول مهما كانوا مسلمين او حتى مسيحيين يا اخي. الجهاد مأمورين بيه يا شيخ يوسف. خلينا في المعنوي. شوف يا استاذ يوسف، هي دي الشخصيات اللي بتهاجمنا طول الوقت، مطلوب التصدي ليها بكل حسم. Thank you.
حدش وعن ورا انت بقيت يور ظلامي صدره حتى بيبتسم وطرده حلمك في المنام وفتش وعن